ما قدامناش غير حل واحد. حل ايه؟ نقتل بهلول. ايه؟ نقتل؟ ايه؟ نقتل ايه؟ بس اقعد يا اقعد انت كمان. انت هتسلمنا العشوائي من غير ما نعمل حاجه؟ من امتى كان فيها دم يا حراق؟ ضربت مرزابه ولا 100 شاكوش. ولا انت نسيت اما لقطنا الولا هوجه في القطر وانت قعدت تقول لي ده عبيط وبيهلفط وقعد يحكي لنا على ورده وبهلول واحنا مش مصدقين حاجه. كل حاجه طلعت صح وبقى تحت ايدينا كمان. هي تكت زرار ونخلص ورده من بهلول ونبيع لها حياتها بنص التركه ونقب بقى على وش الدنيا. فلل وعربيات وفراخ ولحمه وفستق. وربنا انا بقيت اخاف منك يا لطفي. بطل عبط يا. طب انا هسالك سؤال. انت تختار ان بهلول اللي يعيش ولا انت اللي تعيش؟ بهلول لو مات هنشوف عيشه عمرنا ما حلمنا بيها في حياتنا. بقول لك يا حراق، عاوز النهايه؟ طول عمرها اقرب من كرداسة. انا بره الحوار ده وانت كمان ما تمشيش فيه. انت بره الحوار ماشي وهعديها لك، لكن انا هعمل ايه مالكش فيه. وعلى الله تفتح بقك بنص حرف ولا كأنك سمعت حاجه.